إقرار معايير لفك العزلة على الصعيد الوطني للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. أحد واضع السؤال، تفضل سيد النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير المحترم، لا يختلف اثنان بأن بلادنا حققت إنجازات كبيرة في مجال الطرق مع تعاقب حكومات المختلفة، إلا أن الجدال الذي يبقى قائما هو المرتبط بتحديد أولويات التدخلات. ألا ترون أنه بات من الضروري إقرار معايير ومؤشرات دقيقة وإجرائية تمكن من إرساء شروط نجاعة السياسة العمومية بهذا الخصوص؟ وشكرا. شكرا. جواب السيد الوزير. هو في الحقيقة هذا السؤال سبق لنا تطرقنا ليه، لأنه شنو اللي عندنا؟ كان عندنا البرنامج الأول والبرنامج الثاني ديال الطرق القروية والتأهيل الترابي والبرنامج ديال تقليص الفوارق اللي احنا فيه دابا. وهادو كانت فيهم معايير، هذيك المعايير تطورت. هذا الأخراني، هذا المعايير التي أخذت بعين الاعتبار هو مساهمة الطريق في تحسين الولوجية، درجة عزلة المنطقة المعنية، الأهمية الاجتماعية الإدارية للمنطقة، الإمكانات الزراعية للمنطقة، الربط مع الشباب. ولكن المظلة ديال هذا الشيء كامل أنتم تعرفوه السادة النواب، هو هذه المقاربة التشاركية اللي داخلين فيها عموم الفاعلين من سلطات محلية ومنتخبين وجماعات. فبين هذا وذاك نحاول أن نجد التوازن المطلوب، وإلا بطبيعة الحال يمكن لناش نستجبوا لجميع الطلبات 100%. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد النائب. السيد الرئيس، بالفعل هذه مناسبة لتنويه بجهود فك العزلة على الصعيد الوطني، وأيضا بتنويه بتوجه نحو إقرار معايير منصفة بخصوص هذه البرامج. اللي بغيناه السيد الوزير نتلو معكم اليوم هو ضرورة إقرار واحد الإطار مرجعي يمكن أو يكون ملزما لكل المتداخلين، ويدقق في هذه المقاربة التشاركية اللي ذكرتها. اشتغلنا على واحد النموذج بخصوص إيجاد شبكات معايير ومؤشرات تكون منصفة وملزمة على المستوى المحور الطرقي رقم 12، الطريق الوطني 12 بين تنغير وبني ملال. وضعنا واحد العدد ديال المحددات سنضعها هنا إشارتكم إن شاء الله تعالى، ستكون بمثابة إطار مرجعي ملزم إلى توافقنا عليه إن شاء الله تعالى. بخصوص هذا الإطار وهذه المحددات، فيها ما هو طبيعي جغرافي، فيها ما هو اجتماعي سكاني، فيها اشتراطات تنموية، اشتراطات الولوج، اشتراطات التقائية السياسات العمومية. نتمنى إن شاء الله تعالى أن نستطيع في الأخير أن نصل إلى هذا النوع هذا ديال الإطار اللي غادي يجعل واحد النوع من الواجهة بخصوص التدخلات، غادي يكون يقنع المتدخلين، يقنع المستهدفين. تفضل سيد نايف. سيد نايف. لا غيجي عفاك واحد. لا غيجي. بقى خمسة ثواني. تفضل السيد نايف، تفضل. هذا نوع من نتمنى إن شاء الله تعالى أن الفكرة أصلا وصلت، أن نتعاون على وضع وإقرار إطار مرجعي ملزم. شكراً. في فك العزلة. شكرا سيد نائب المحترم، شكرا. هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تعقيبات إضافية؟ سيد الوزير تفضل جواب. سيد النائب مرحبا بهذه المبادرة. أنا بغيت غير نذكر، لأن جا في الكلام ديالكم الطريق الوطني رقم 12، بالنسبة للطرق المصنفة عموما هذاك شغال الوزارة خصها تقوم بها. دابا غير العالم القروي تحديد اش من طريق غنديروا بالضبط، انتم عارفين في اشكالات، لان المتدخلين كثر وربما تتكون فيه هواجس اخرى. حنا حاولنا جهد المستطاع ان تكون مقاربه تشاركيه، وانا تنظن يعني بشكل موضوعي ان هذا الاخر، هذا البير دي تيس الاخراني، حاول يستجب لواحد العدد ديال الطلبات على اساس ان هذا المستوى الولوجيه يطلع. لكن بطبيعه الحال تدقيق بعض المؤشرات هذا ضروري، لانه في بعض الحالات قد نجد ان هذاك عدم الانسجام بين المدرسه والمسجد والاداره والطريق، هذا تيخلق اشكالات اللي تتفوت بطبيعه الحال على الميزانيه الدوله، ان هذاك الاموال
تصرف في الاتجاه الصحيح. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الوزير.